بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على عظيم فضله وتوفيقه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 82 بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس 18 من شهر صفر سنة 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، متابعين في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده، مستكثرين في مجلسنا من صلاتنا وسلامنا على رسول الله ونبي الأمة وهاديها وشفيعها يوم الدين رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه في ليلة مباركة ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ونحن ندرك أن المؤمن يظفر بكل صلاة منه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعشر صلوات من ربه تبارك وتعالى: يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام، أنت الحبيب وأنت من وفى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. صلى عليك الله ما بدر بدا وانزاح من وجه الحياة ظلام، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد وقف الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في سياق حديث المصنف رحمه الله تعالى عن هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الرواتب، وتقدم فيه مجلسان اثنان، أحدهما في مبتدأ الفصل بتعداد السنن الرواتب وبيان فضلها، ثم الحديث عن سنن أخرى غير الرواتب كالركعات الأربع قبل العصر وما يتعلق أيضا بالركعتين قبل المغرب في قوله عليه الصلاة والسلام في العصر: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، وقوله في المغرب: صلوا قبل المغرب ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. ثم وقفنا أيضا عند مسألة سنة المغرب وأداؤها في البيت أو في المسجد، ووقف بنا الحديث عند سنة الفجر وشدة محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وبها تمام حديثه رحمه الله في هذا الفصل الماتع المبارك في السنن الرواتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. ما معنى أشد؟ كان يحافظ على السنن الرواتب عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن للسنن الرواتب مزية على عامة النوافل. ما هي؟ هي محافظته واستمراره عليها، ولهذا سميت بالرواتب، فإنها ثابتة مستمرة في هديه عليه الصلاة والسلام. أما باقي السنن فربما جاء بها أحيانا وتركها أحيانا، فكانت قرينة على عدم إيجابها كركعتي الضحى مثلا والتطوع المطلق في أي لحظة من ليل أو نهار في غير أوقات النهي. ومن السنن الرواتب الركعات العشر أو الاثنتا عشرة ركعة كما تقدم في الخلاف، كانت سنة الفجر وركعتاها آكد في هديه عليه الصلاة والسلام من بقية السنن الرواتب. في أي شيء هي آكد؟ قلنا إنه يحافظ على السنن الرواتب باستمرار،
سنة الفجر آكد من جهة أنه كان يحافظ عليها سفراً وحضراً، فتميزت سنة الفجر عن باقي السنن بأنها ما كانت تترك حتى في السفر. وهذا معنى قوله رحمه الله: كان تعهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. وهي التي روت أمنا عائشة رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان يعلمنا هذا، ثم دلنا بفعله كيف يحافظ على هاتين الركعتين اللتين هما خير من الدنيا وما فيها. ما الذي في الدنيا يا إخوة؟ كل متاعها، كل قصورها وأموالها وزينتها وزخرفها منذ أن خلق الله الخليقة عليها وإلى قيام الساعة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فمن أراد الخير والسعادة والفلاح والنجاة فهاتان ركعتان. وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها تروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقول: لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. هي ترصد هذا، لأنه أين كان يصلي سنة الفجر؟ في البيت، فهي أقرب من يرى هاتين السنتين وترى المحافظة عليها. فحكت شيئا رأته ليس يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين. قالت: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وذلك لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية عند الإمام مسلم في الصحيح: قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا هاتان الركعتان. ومن السنن فيها المحافظة عليها كما تقدم في كلام المصنف آنفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر حضرا ولا سفرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. إذن هذا وجه كوني ركعتي سنة الفجر آكد من بقية السنن الرواتب، أنه كان يصليها سفرا. أما بقية السنن الرواتب فالثابت أنه كان يصليها حضرا ويتركها سفرا عليه الصلاة والسلام، لكنه ثبت في السنة أنه كان يحافظ على صلاتين من السنن وهو مسافر: الوتر وسنة الفجر خاصة. فلهذا هي آكد من غيرها من السنن الرواتب. وسمعت الروايات في هذا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن. نعم، ثبت أنه في السفر كان يصلي، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، فكان يوتر فيحافظ على الوتر سفرا. وكذلك كان يحافظ على سنة الفجر كما ثبت لما بات ذات ليلة مع أصحابه رضي الله عنهم في سفر فناموا حتى طلعت الشمس، فلما أمرهم بمفارقة الوادي الذي باتوا فيه بدأ بسنة الفجر قبل أن يصلي الفجر. قالوا: هذا يدل على أنه يصلي سنة الفجر سفرا ويصليها قضاء، فإن الوقت قد خرج، فما تركها مع خروج الوقت ولا تركها وهو مسافر. وقد أخرج ابن ماجه أيضا في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، فما كان يترك سنة الفجر في حال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنن المتعلقة أيضا بهاتين الركعتين يا كرام تخفيفها وتخفيف القراءة فيها، فإن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وهذا الأعم في سنته عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا قراءة آية من البقر في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، مع آية آل عمران: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكنها كانت خفيفة، إلى أن قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟
من شدة التخفيف فيها. تقول حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني بالكاد أن يقرأ الفاتحة وسورة صغيرة ويخففها. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى إذا أدركه الفجر، طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر خفيفتين ثم اضطجع كما سيأتي اضطجاعة خفيفة يقوم بعدها للصلاة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، لا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له. قال رحمه الله: وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك في ماذا؟ في أنه لا يصلي شيئا من السنن الرواتب في السفر أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. والحديث في الصحيحين وفي رواية وعثمان، يريد أنها سنة مستمرة حتى في زمن الخلفاء الراشدين، وأن الأمر ما تغير، أعني الاقتصار في السفر على ركعتين. قوله لا يزيدون في السفر على ركعتين يحتمل معنيين: المعنى الأول القصر في الصلاة للمسافر، وأنه لا يزيد على ركعتين، إن كانت فجرا فهما ركعتان، وإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فكان لا يزيد على ركعتين فهي قصر إذن. ويحتمل معنى آخر أنه لا يزيد على ركعتين، يعني لا يصلي شيئا من النوافل بعد الفريضة ويقتصر على ركعتي الفريضة. ويصح أن يعم المعنى الأمرين معا. ووجه قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث يساعدك على فهمه، فإنه كان مع أصحابه في سفر كما في صحيح مسلم، فلما صلى التفت فإذا ناحية من أصحابه الذين صلوا معهم الظهر وقد قصر بهم الصلاة قاموا يصلون، فقال: ما يصلي هؤلاء؟ فقيل له: يصلون النافلة. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الصلاة النافلة لأتممت، بمعنى أن الله خفف عن المسافر الرباعية ليصليها ركعتين، فنزيد ركعتين نافلة. لو كنا سنزيد نافلة ركعتين فأولى بنا أن نتم الفريضة لأنها فريضة فنجعلها أربعا. قال: وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأن الله خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها لكان الإتمام له أولى. هذا توجيه، وإلا فقد ثبت في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم الأمران معا، ما هما؟ قصر الرباعية والاقتصار على الفريضة من غير أن يصلي السنة الراتبة. وهذا أصل عام يا كرام لكل مسافر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، والاقتصار على الفريضة دون السنن الرواتب إلا سنة الفجر، والمحافظة على الوتر لكونهما آكد السنن الرواتب كما تقدم، آكد السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى التنبيه إلى مسألة يا كرام يسأل عنها كثير من الناس ممن يقدم مكة والمدينة حجا أو عمرة أو زيارة، فيرى أن بركة المكان ومضاعفة الصلاة في الحرمين تحمل على الاستكثار من النوافل مع الفرائض، فلا يريد أن يفوته الأجر، ثم يعلم أو يسمع أن السنة للمسافر أن يقتصر على الفريضة، فيتنازعه أمران: تطبيق السنة بترك النوافل، والرغبة في الخير والعظمة ومضاعفة الثواب في الحرمين بأداء النوافل. فمثل هذا يقال له: تبقى السنة سنة للمسافر مطلقة، ولكن تدرك الفضائل المؤقتة بزمانها ومكانها.
يعني جاء إلى مكة وسيبقى فيها أياما معتمرا مجاورا للحرم، فمثل هذا يقال له صل السنن الرواتب ونوافل أخرى غيرها، لأن الصلاة فيه بأكثر أو بأفضل من 100,000 صلاة، ولا يتعارض هذا مع السنة في ترك صلاة السنن حال السفر، لأنه ها هنا يريد إدراك الفضائل المؤقتة بهذا المكان. وقل مثل ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام لمن أتاه زائرا، ومثل ذلك أيضا في إدراك فضيلة المكان، من جاء في مكان فاضل كالزمان الفاضل مسافر في عشر ذي الحجة، وهو يعلم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ثم قال أنا مسافر وسأصلي الفريضة فقط، ثم وجد من رغبته في الخير وحرصه على أن يقوم فيتنفل ركعتين، أي يصلي ركعتين نافلة مطلقة ويترك السنة الراتبة وهي آكد في هديه عليه الصلاة والسلام. فيقال في مثل هذا إن إدراك فضيلة المكان والزمان المؤقتة لا تتنافى مع هدي النبوي في ترك صلاة السنة للمسافر، فيقال له إن أتيت مكة أو المدينة أو كنت في عشر ذي الحجة أو في رمضان والأيام المباركة لإدراك فضلها فلك أن تتنفل لإدراك تلك المضاعفة والمباركة في الأجر والثواب. فإذا شرعت في السفر وانتقلت من بلد إلى بلد في سفرك ومسيرك تأسى بالهدي النبوي واقتصر على الفريضة دون السنة الراتبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر. أورد هذه المسألة رحمه الله تعالى تفريعا على ما ذكرره في قرره في مسألة سنة الفجر والوتر، فإنهما يعني هاتين الصلاتين مشتركتان في أمر واحد، ما هو؟ شدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. من أين عرفنا هذا؟ كان لا يتركهما سفرا ولا حضرا، وكان يحرص عليهما، أعني الوتر وسنة الفجر، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام إذا فاتته كسائر حرصه على الصلوات والنوافل عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه المسألة: أي هاتين السنتين أعظم وآكد في الهدي النبوي، سنة الفجر أم الوتر؟ قال رحمه الله: اختلف الفقهاء. نعم. قال: وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. لو قال قائل: إن جئنا نفاضل بين الوتر وسنة الفجر، انتبه أولا، ليس المقصود بالمفاضلة أنه إذا ثبت عندك فضل إحداهما أن تأخذ بها وتترك الأخرى، لا، فإنه لا تعارض، للوتر وقته ولسنة الفجر وقتها، لكنها مسألة علمية، أي السنتين أثقل في الميزان، أعظم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسألة علمية لا أثر لها في التطبيق والعمل والاستنان، لكنها مما يتكلم عنها الفقهاء، أي السنتين أثقل في ميزان الهدي النبوي؟ قال رحمه الله: الفقهاء على قولين، لكن لا تقل لي إن الوتر آكد لأن من الفقهاء من قال بوجوبه فتجعل ذلك مرجحا للوتر على سنة الفجر. من الفقهاء من قال بوجوب الوتر كما هو مذهب الحنفية وبعض فقهاء المذاهب لشدة الأدلة المؤكدة للوتر، وإن كان الجمهور على القول بسنيته واستحبابه، يقول ليس هذا مرجحا. تدري لما؟ قال: لأن من الفقهاء أيضا من قال بأن ركعتي الفجر واجبتان، وهذا وإن كان غير مشهور وليس هو الظاهر وليس هو مذهب الأئمة الأربعة، لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله: نقل القاضي عياض عن الإمام الحسن البصري أنه أوجبها للأحاديث الواردة. في ماذا؟ في سنة الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كان يقضيها إذا سافر، إذا خرج الوقت ويصليها إذا سافر، يقول هما أحب إلي من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم. قال: فنقل عن الإمام الحسن البصري أنه أوجبها. قال: وحكاه بعض أصحابنا يعني الشافعية عن بعض الحنفية والله أعلم، لكن المذاهب الأربعة على القول باستحباب سنة الفجر. المقصود
لا يأتي هذا مرجحا للوتر، أعني أن من الفقهاء من قال بأنها واجبة إذن هي آكد من سنة الفجر، لأن في سنة الفجر أيضا هناك من قال بوجوبها، فلا يعدو هذا أن يكون مرجحا لإحدى النافلتين على الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته. لأن سنة الفجر في أول اليوم والوتر في آخر الليل، فهذا افتتاح اليوم وذاك ختامه. نعم. قال: ولذلك كان يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص. ما سورة الإخلاص؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يسميها العلماء ويسميها أئمة السلف بسورتي الإخلاص، لأن فيهما إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين، هذه براءة من الشرك، هذا توحيد خالص لله عز وجل. وسورة الإخلاص أيضا هو توحيد الله عز وجل بما أثنى به على نفسه جل وعلا من العظمة والقدوسية والصمدية والانفراد بجلال الأوصاف والأسماء، ولم يكن له كفوا أحد، فهما سورة الإخلاص. ثبت في السنة أنه كان يقرأ بهما في هاتين الصلاتين، سنة الفجر وفي الوتر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذلك كان يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى كلام شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه السورة الكافرون وبرقه الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة، أو قال 10 مرة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه 3 مواضع يا كرام في السنة ثبت قراءة هاتين السورتين، ركعة الطواف وسنة الفجر والوتر والركعتان التي أيضا تكون بعد المغرب. هذه مواضع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآكدوا ما فيها ركعة الفجر والوتر. وفركعة الطواف أيضا ثبتت لكنها ليست مستمرة، لأنه لا يصليها إلا من طاف، بخلاف الوتر وسنة الفجر وكذلك ركعة المغرب. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهو كذلك عند أصحاب السنن الترمذي وأحمد وغيرهما. المقصود يا كرام هذه سنة سيقف عندها المصنف رحمه الله للنظر في الحكمة من هاتين السورتين، وحري بالمسلم إذا وفقه الله فاتبع السنة أن يفقه معناها، فإن ذلك عون له على تطبيق السنة وإدراك فضلها ومعرفة مقاصدها. لماذا كان يقرأ بهاتين السورتين؟ ولماذا في سنة الفجر والوتر خاصة؟ وما أثر ذلك؟ من استشعر هذا المعنى كان أثر ذلك في قلبه ومعتقده وإيمانه بالله جل وعلا ما لأجله شرعت هذه السنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته،
ونفي الكفء المتضمن لنفي ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فتضمنت السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه له أو مثل في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. يقصد أهل العلم بتوحيد الاعتقاد والمعرفة التوحيد القلبي، ويقابله التوحيد العملي أو يسمى بتوحيد المعرفة والإرادة، وإن شئت فقل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله جل وعلا، وهذا باعتقاد العبد أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وسائر أفعاله جل وعلا. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد وصرف العبد أفعالا يوحدها لله جل وعلا من دعاء ونذر وصلاة وطواف وقربات لا يتقرب بها إلا إلى الذي خلقه جل وعلا. يقول هاتان السورتان عليهما قوام التوحيد بشقيه المعرفي الاعتقادي العلمي والعملي الإرادي الذي يقصد به العبد توحيد ربه جل وعلا. إذن أنا وأنت عبد الله نوحد الله بقلوبنا اعتقادا وبأبداننا وأفعالنا أيضا تمثلا بالتوحيد. فالتوحيد له شقان، توحيد اعتقاد وقصد وتوحيد عمل وإرادة. فهاتان السورتان قررتا هذا المعنى بجلاء. يا كرام، سورة قل هو الله أحد هذه التي يحفظها صغارنا وأطفالنا قبل الكبار، بل نلقنها لأبنائنا نحن معشر المسلمين منذ أن يبدأ أحدهم يحسن الكلام فتلقنه أمه أو أبوه، سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. نعم، لأنها من قصار السور ومن أيسرها على اللسان، لكن لأنها من أعظم سور القرآن الكريم. ترى هذه السورة ذات السطر الواحد في كتاب الله، ما الذي تضمنته من العظمة إلى درجة أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع حب هذه السورة في قلبه، فكان كلما صلى بأصحابه إماما ختم بقل هو الله أحد، فجاءوا فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. تنال حب الله إذا أدركت معاني هذه السورة العظيمة. ليس قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة هو الذي يلهمك حب الله، لكن إدراكك لمعناها، لأنه سئل فقال صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح، لأن الصحيح أن القصة وقعت لأكثر من صحابي، منهم إمام قباء ومنهم إمام سرية بعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبت عن كليهما الصنيع ذاته كلما أم بأصحابه قرأ قل هو الله أحد. أما في الرواية الثانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأي شيء تصنع ذلك؟ قال صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. بالله عليكم، ما الذي في هذه السورة؟ ما الذي ينبغي أن تحمله القلوب وهي تقرأ هذه السورة كل يوم؟ يا أخي، أنا وأنت نقرأ الإخلاص بعد كل صلاة فريضة، وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ونقرأها في السنن إذا طبقنا ذلك، ركعتي الطواف، الوتر، سنة الفجر. هذه السورة ينبغي أن نعيش معناها بملء قلوبنا اعتقادا ويقينا. قل هو الله أحد، ما قال واحد، لأن أحد أبلغ في لغة العرب، لأن الواحد له ثاني والأحد ليس كذلك. قل هو الله أحد، فهذا من عظيم أسماء الله جل وعلا. الله الصمد السيد الذي له السؤدد وتصمد إليه الخلائق فتتجه إليه. كل الخلائق، الإنسان والجان والحيوانات والعجماوات، لا يعرف الخلق ملجأ يجأرون إليه عند الحاجة واشتداد الكرب إلا الذي خلقهم جل وعلا. فهو صمد سيد سبحانه، له السيادة والسؤدد، وتصمد إليه الخلائق تطلب حاجاتها، لم يلد ولم يولد. فنفى عن الله جل وعلا
البداية المؤقتة والنهاية، فله الدوام الأبدي والأزلي. لم يلد فليس له زوجة، تعالى الله، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له مثيل ولا شريك. فنفى الوالد، نفى الولد ونفى الوالد ونفى الزوجة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كل ذلك تنزيه لله جل وعلا. فأوجز المصنف رحمه الله تعالى هذه المعاني فقال: ما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق الشرك بوجهه، لا أحد يشارك الله لا في ذاته ولا في خلقه ولا في تدبيره. قال: والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، لأنه أحد فلا ولد له ولا والد، لأنه أحد فلا زوجة ولا من يشاركه. قال: ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. ثم قال: فتضمنت السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه له أو مثل في كماله، إلى أن قال: الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. في الأحاديث أيضا أن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، يريدون إثبات النسب، من هو الله؟ فنزلت السورة العظيمة الكريمة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمسلم يا كرام ينبغي له إذا وفقه الله فحفظ السورة، ثم وفقه فاستن في تطبيقها بالهدي النبوي بقراءتها في تلك المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قراءتها فيها، حري بهذا العبد الموفق أن يتجاوز بالتوفيق خطوات للأمام فيعقل معناها. عد رعاك الله إلى ما قاله أهل العلم في تفسير الآيات الكريمات لتزداد علما بها ويقينا بمعناها وإدراكا لفضلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العملي. هذا تفسير لمعنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وبعض الناس لا يدرك ما معنى هذا. كيف سطر واحد من كتاب الله، كيف أربع آيات من كتاب الله تعدل ثلث القرآن وهو 30 جزءا و60 حزبا وألوف الآيات؟ قال رحمه الله: ليست المسألة بالعدد بل بالمعنى. القرآن الكريم مداره على الخبر والإنشاء، يعني القرآن كله إما أخبار وإما أحكام. أخبار ماذا؟ أخبار الأمم السابقة، وأخبار الماضين والأولين، وأخبار الجنة والنار، كل ذلك أخبار. والقسم الثاني في القرآن أحكام، الشرائع، الحلال والحرام، العبادات والمعاملات في كل أبواب الحياة. فالقرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء الذي هو التكليف أمر ونهي وإباحة، وهذا الخبر الذي هو إخبار عما أخبر الله تعالى فيه في كتابه وليس فيه أحكام، إما خبر عن الخالق جل وعلا أو خبر عن الخلق الأمم والأقوام. قال: فأخلصت سورة الإخلاص للإخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن. هذه قاعدة يا كرام. القرآن كله عظيم، وأعظم ما في القرآن ما كان حديثا عن الله جل وعلا. من المتكلم بالقرآن؟ الله. تدري ما معنى أن يكلمنا الله بنفسه عن نفسه جل وعلا؟ يقول الله لكم: يا عبادي أنا كذا وكذا وكذا. يعرفنا الله عز وجل بذاته العلية وبأوصافه الحسنى وبأسمائه الجليلة، من أجل أن تمتلئ القلوب معرفة بمن هو الله. فإنك والله إذا عرفته عظمته، وإذا عظمته أقبلت على طاعته وعبادته بما يليق بعظمته جل وعلا. تعظيم الله في القلوب هو مشعل جذوتها،
فإذا أوقد في القلوب تعظيم الله انقادت القلوب حبا لله وخوفا من الله وتوكلا على الله واستجابة لأمره وانكفافا عن نهيه، فقط أشعل في القلوب تعظيم الله. وبداية تعظيمنا لله معرفتنا من هو الله، فإنك لن تعظمه إذا ما عرفته حق المعرفة. ماذا قال الله عن أهل الكفر؟ قال: وما قدر الله حق قدره. آفة الشرك الجهل بالله. قال: وما قدر الله حق قدره. ماذا قال بعدها؟ قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يريد أن يقول إنهم ما قدروه لأنهم ما عرفوا عظمته سبحانه، فقادهم هذا إلى الجهل بحق الله، إلى الشرك. وهكذا تعود لك عظمة الآيات في القرآن بعظمة ما فيها. انظر معي الآن، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، ومن أعظم سور القرآن على قصرها سورة الإخلاص. ثم فتش في آية الكرسي أو في سورة الإخلاص ولن تجد فيها إلا الحديث عن الله وأسماء الله وصفات الله جل وعلا. اقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، ما فيها شيء، ما فيها أركان إسلام ولا إيمان ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك، ما فيها إلا الحديث عن الله، لأنه الأساس. من قولك الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قولك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ما فيها إلا تعظيم الله، العلم المطلق، الحياة، القيومية، العلم، الإحاطة، التدبير، كل ذلك موجود في آية واحدة. فإذا قرأتها كانت ضمانا لك بدخول الجنة إن مت عليها صباحا أو مساء. ومن قرأها دبر كل صلاة أدخله الله عز وجل الجنة. ومن أعظم الآيات التي يتحصن بها العبد آية الكرسي، وسورة الإخلاص مثلها من حيث السور، تعدل ثلث القرآن لما فيها من العظمة، لما فيها من الجلال. قال: فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته جل وعلا. قال: فعدلت ثلث القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. نعم، لأن سورة قل يا أيها الكافرون فيها العبادة، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وكثير ممن لا يحسن فهم السورة يفهم معنى الآية على غير وجهها المراد، وأنها تخير لأهل الكفر بالبقاء على دينهم. الإسلام ما جاء لبقاء الكفار على كفرهم، الإسلام ما جاء لبقاء أهل الضلال في ضلالهم، الإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر بالله إلى الإيمان به. فكيف يفهم لكم دينكم ولي دين على مسألة التخير والإباحة بالبقاء على الشرك والوثنية؟ لكم دينكم إن شئتم على الضلال فتبقون متحملين عواقبه ونواتجه، لكن الآية صريحة في توحيد عملي وهو العبادة. ولهذا كانت سورة الإخلاص توحيد قصد وعلم، وكانت سورة الكافرون توحيد عمل وإرادة وعبادة لله عز وجل. قال: كما خلصته سورة الكافرون من هذا المعنى وهو الشرك العملي الإرادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر، وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون. وفي الحديث ثلاث سور جعل لكل سورة مكانتها: سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الصحيح من الجمل الثلاثة حديث سورة الإخلاص، فإنها تكاثرت بها الأحاديث. أما الكافرون والزلزلة
فعلى القول بصحة الحديث كما صححه الحاكم وغيره فإن لها أيضا معنى، بأي شيء أصبحت سورة الكافرون تعدل ربع القرآن؟ كما فهمنا الثلث في سورة الإخلاص، أن سورة الإخلاص جاءت بثلث الموضوعات القرآنية، لأنهم كما يقولون القرآن إما تعظيم لله وحديث عن ذاته وأسمائه وصفاته، وإما أخبار وإما أحكام، فجاءت سورة الإخلاص بثلث الموضوعات التي تعلقت بها آيات القرآن الكريم، فأصبحت تعدل ثلث القرآن. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرير في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. أخرج الأئمة وأصحاب السنن أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وفي حديث البراء أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية الأشجعي: إذا أتيت مضجعك للنوم فقرأ قل يا أيها الكافرون فإنك إذا قلتها فقد برئت من الشرك. وروايات أخرى للحديث تدل على أن هذه السورة العظيمة التي نكررها في سنة الفجر، في الوتر، في ركعتي الطواف، في سنة المغرب وغيرها، أنها سورة عظيمة الدلالة، تجدد في قلب قارئها معنى إخلاص العبادة لله، التوحيد العملي، توحيد القصد، توحيد الإرادة، أن يقصد العبد بعبادته وجه الله، أن يريد بطلبه ودعائه ومناجاته لا يريد أحدا إلا الله. قال: فلهذا تكرر في سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لو قال قائل: الأربع الآيات كلها بمعنى واحد، أنني لا أعبد عبادتكم، فلماذا التكرار مع اختلاف الصيغ؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد بالمصدر، ولا أنا عابد نسب إليهم ثم نسب إليه ثم كرر ولا أنتم عابدون. هذا التكرار كما قال المصنف لأن الواقع في الشرك العملي أجارنا وأجاركم الله، قد غرز قدمه في طريق يصعب الخلاص منه إلا من وفقه الله، فاحتاج إلى التكرار، احتاج إلى التأكيد، احتاج إلى تجديد معنى توحيد العمل والإرادة، فلا تصرف شيء من العبادة لغير الله. ولربما قرر العبد نظريا وعلميا مسألة التوحيد لله، لكنه عملي واقع في صور تنافي هذا التوحيد، فيصرف شيئا من العبادة، شيئا من التعلق بغير الله جل وعلا. ومرد ذلك إلى شهوة تغلب على النفوس كما قال، والشهوة هنا بمعناها الأعم، يعني ربما كانت إرثا أخذه عن الآباء والأجداد وعادات وتقاليد، وربما كانت زللا وخللا نشأ عليه فتعصب له وتمسك به. في كل الأحوال يحتاج العبد ليقلع عن مثل هذا الذي وقعت فيه الأقدام في المزالق من الشرك بالله شركا عمليا، أن ينزع ذلك باعتقاد وتكرار وتأكيد، فكانت سورة الكافرون دواء وعلاجا يبقى به في القلوب توحيدها لربها وخالقها جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها. وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن. فأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحا، والله أعلم. يعني هذا أيضا توجيه لأن تعدل سورة الزلزلة نصف القرآن، أيضا هو من حيث المعنى. قال القرآن كله يتحدث إما عن الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها، وإما عن الآخرة وما يكون فيها، القيامة وأهوالها، الصراط، البعث، الجزاء، الجنة ونعيمها، النار وعذابها. فلما كانت الآيات القرآن على هذين الشطرين، وسورة الزلزلة كانت حديثا محضا عن الآخرة وأهوالها وما يكون فيها، صدق أن يقال إن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، يعني بالحديث عن نصف معانيه التي جاءت عليه آيات القرآن الكريم. قال فأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحا، لم يجزم بصحته، لكن كأنه يقول طالما وجدنا معنى وتوجيها وجيها يحمل عليه دلالة الحديث فذلك يسوغ لمن صححه أن يكون صحيحا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف. أي سورتين؟ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. إذن هو قدم قبل قليل أنه يقرأ بهما في سنة الفجر وفي الوتر، أضاف هنا موضعا ثالثا وهما ركعتا الطواف. نعم. قال: ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف لأنهما سورة الإخلاص والتوحيد، وكان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما. يفتتح بهما عمل النهار، أين افتتاح عمل النهار؟ سنة الفجر. ويختمه بهما، يختم ماذا؟ يختم النهار. أين يختم النهار بالسورتين؟ بركعتي المغرب، فهي ختام النهار. إن حملت قوله يختمه يختم النهار، وإن قلت يختم اليوم والليلة، فالمقصود بها ركعة الوتر في آخر ركعتيه يقرأ بالكافرون وبالإخلاص أيضا. نعم. قال: ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. أجل، ولأجل هذا فإن من معالم التوحيد العظمى في أداء المناسك في الحج بكل ما فيه، وهو كله توحيد خالص، فإن من معالمه ومن مظاهر إعلان التوحيد في أداء المناسك ما يفعله الحاج في نسكه والمعتمر. فإذا طاف، والطواف توحيد وإخلاص، وصلى ركعتي الطواف قرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، وهما توحيد أيضا وإخلاص لله جل وعلا، فتأكد في أعظم عبادات المسلمين صلاة ونسكا حجا وعمرة وطوافا تأكيد هذه المعاني لإدراك أن التوحيد هو أعظم ما فرض الله على عباده، وأعظم ما يحاسب عليه العبد يوم يلقى الله توحيده لله جل وعلا. فجاءت السنن النبوية والهدي النبوي لتأكيد هذا المعنى وتقريره علما وعملا في حياة العباد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة. انتهى فصل السنن الرواتب بما فيه من الفوائد والمسائل اللطاف والأحكام. انتقل رحمه الله إلى فصل جديد نختم به مجلس الليلة إن تم لنا الوقت، أو أكملناه في المجلس المقبل إن شاء الله. سنة من السنن اختلف فيها العلماء موقعها بعد صلاة ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ما المراد بركعتي الفجر؟ سنة الفجر، لأنه لو أراد صلاة الفجر ما يقال ركعة الفجر. كل الرواية التي في ركعة الفجر ركعتي الفجر المراد بها السنة، أما صلاة الفجر الفريضة فيقال لها صلاة الفجر أو الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ماذا يفعل؟
يستريح قليلا ويريح جسده حتى تقوم صلاة الفجر فيخرج يصلي بالناس. هل هذه سنة؟ الكتاب يا كرام في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حديثي عن السنن الرواتب وتكلمنا عن سنة الفجر وكيف يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم وماذا يقرأ فيها، أردف هذا بهذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. اختلفوا في ماذا؟ في الضجعة أو في النومة الصغيرة المختصرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر. فهل إذا قمت وفقك الله وصليت سنة الفجر في البيت قبل أن تخرج إلى المسجد أيسن لك أن تضطجع؟ فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع نومة خفيفة بعدما يصلي سنة الفجر. فهل نفعل هذا ونقول سنة؟ الفقهاء على ثلاثة أنحاء، فمنهم من يقول إنه سنة طالما ثبت سنة مطلقة، ومنهم من يقول بل ليس من السنة وفعله بدعة كما ستسمع بعد قليل من إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإنكار ابن مسعود رضي الله عنه على من كان ينام هذه النومة بين السنة والفريضة في الفجر. ومنهم من توسط فقال إنما يراد بها الاستراحة لمن كان يقوم الليل، فمن كان هديه كهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم ثلث الليل ويصلي ما شاء الله صلاة طويلة، فإذا أدركه الفجر كان قد علاه من الإعياء والتعب ما يحتاج معه إلى استراحة يسيرة ينشط بها لصلاة الفجر. يعني من كان نائما طوال الليل وما استيقظ إلا مع الأذان أو بعيد الأذان أو قبيل الإقامة فقام فتوضأ وصلى ركعتين قال هذه سنة وسأضطجع قليلا، هذا قد نام الليل كله. فهذا ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل، هل هذه سنة؟ وسيشير فيها إلى خلاف العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث صحيح غريب، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. انتهى. يعني الثابت في هذه النومة بعد سنة الفجر هو الفعل وليس القول، الثابت من فعله وليس من قوله أو أمره صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يتلعب بكم الشيطان. وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار، إذا سلم فقد فصل. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث، وهذا ممن فرد به عن الأمة. ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وهذا ما سنتدارسه ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. من أهل العلم من قال: هذه الضجعة واجبة وصليت الفجر بدونها فصلاتك باطلة. ومنهم من يقول هي سنة مطلقة، ومنهم من أنكرها، ومرد ذلك إلى أسباب سيذكرها المصنف رحمه الله لتكون في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. تم مجلسنا بفضل الله وتوفيقه، وما يزال في بقية ليلتنا وجمعتنا غدا متسع للمستكثرين من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متسع لمن يغترف من ربه عز وجل الصلوات التي تمطره بعشرة أضعاف صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل الحياة تبسمت لحديثه وبهديه غيث السماحة أمطرا
صلى عليك الله يا من ذكره عطر تضوع كالنسيم إذا سرى. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا رب علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ونسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.